Benvenuti miei spettatori da tutti i luoghi. Oggi la nostra gita sarà dall'Italia. Spero che vi piacerà il video. Vi auguro buon proseguimento. Sono Nesrin, in italiano. Sono la guida per Farah e la zia Gada in Italia. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وفي هذه الحلقه رحلتي الى 8 مناطق قمت بزيارتها اثناء تواجدي في ايطاليا. تشاو فروم فيتربو فروم ايتالي. التعليم في ايطاليا وخصائص اللغه الايطاليه وزيارتي الى جامعه توشا. 1 2 3 ريدي. السلام عليكم all the people in the Arabic countries and I said شكرا to Farah. ضيفة الحلقة مصممة الأزياء الإيطالية غلوريا ولمحة سريعة عن عالم الفن والتصميم. وأخيرا احتفالات إيطاليا بكرنفال البندقية. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Italiano vero. الجمهورية الإيطالية هي دولة تقع جزئياً في جنوب أوروبا في شبه الجزيرة الإيطالية. يسكن البلاد حوالي 60 مليون نسمة وهي سادس دولة في أوروبا من حيث عدد السكان، وفي المرتبة 23 بين الدول الأكثر سكاناً في العالم. إليكم هذا التقرير عن 8 مناطق قد قمت بزيارتها أثناء تواجدي في إيطاليا، وسنبدأ بالطريق الذي أدى بي بالفعل إلى روما. ما أروع ركوب القطار، فعلاً إحساس يأخذك إلى عالم آخر. ها قد وصلت إلى روما وهي عاصمة إيطاليا وأكبر مدينة في البلاد، حيث يسكن فيها ما يقارب 3 مليون نسمة وتقع في إقليم لاتسيو الإيطالي. ما يلفتك في شوارع روما تلك الطقوس الاستعراضية الرائعة التي ما زالت متأثرة بالقرن 16 و18، فترى الفرق تتجول وتنصب مسارحها الارتجالية في الهواء الطلق وتوفر التسلية في شكل ألعاب خفة وألعاب بهلوانية. يمتد تاريخ روما على 2500 عام، وكانت عاصمة المملكة الرومانية التي كانت القوة المهيمنة في أوروبا الغربية والأراضي المطلة على البحر المتوسط لأكثر من 7 قرون، وتعد إحدى أماكن ولادة الحضارة الغربية. الكولوسيوم هو مدرج روماني عملاق يقع في وسط مدينة روما، حيث تم الانتهاء منه بشكل أساسي عام 80 في عهد تيتوس. كانت الساحة تستخدم في قتال المصارعين والمسابقات الجماهيرية مثل المعارك البحرية الصورية وصيد الحيوانات والإعدام، وإعادة تمثيل المعارك الشهيرة والأعمال الدرامية التي كانت تعتمد على الأساطير الكلاسيكية. ربما رأى معظمكم هذه النافورة من قبل أثناء مشاهدة الرسوم المتحركة، لكن الغالبية العظمى لم تكن تعلم أنها أمام رسم مصور لنافورة تريفي التي تم بناؤها عام 1762، وهي أكبر نافورة في مدينة روما، وقد حامت الأساطير حولها وحول علاقتها بتحقيق أمان الزوار حتى يومنا هذا. ها قد غابت الشمس وخلدت مع غيابها أجمل الأوقات التي قضيتها اليوم في روما، وسأنطلق غدا إلى منطقة جديدة. ومن عاصمة إيطاليا روما إلى مقاطعة بيروجا التي تتميز بأجوائها الكلاسيكية، وإلى مدينة أسيسي ذات الطابع المختلف.
amica della luna. أسيسي هي مدينة ضمن مقاطعة بيروجا، وتشير عدة اكتشافات أثرية أنها أنشئت من قرية صغيرة دمرت عدة مرات، ولكن المدينة صمدت بفضل قوة مقاتليها. وقبل بزوغ أشعة شمس الصباح وفي تمام الساعة 6 صباحا، قمت بزيارتها وبزيارة مدينة بيروجا، وهي أشهر المدن لدراسة اللغة الإيطالية، حيث تستقبل أعدادا هائلة سنويا، بالإضافة إلى أنها شهيرة بتصنيع الشوكولا بكافة أنواعها. يوجد في مدينة بيروجا محطات قطار وحافلات تنطلق منها يوميا رحلات متوجهة لجميع المدن دون استثناء. يوجد في المدينة مركز فني مهم وينسب إليها الرسام الشهير بيترو الذي زينت مجموعة جميلة من جدارياته. مر الفن الإيطالي عبر القرون بالعديد من التغييرات الأسلوبية، تميزت اللوحات الإيطالية تقليديا بدفء اللون والضوء. أشرقت اللوحات الإيطالية في أوروبا منذ مئات السنين، ومن بين أشهر الفنانين هو ليوناردو دافنشي. الموسيقى والأوبرا لعبت دورا هاما أيضا في الثقافة الإيطالية، سواء كانت شعبية أو كلاسيكية، وتم ابتكار الأدوات المرتبطة بالموسيقى بما في ذلك البيانو والكمان، كما يمكن العودة في أصول الأنماط الموسيقية السائدة إلى ابتكارات القرنين 16 و17. إلى مدينة بيزا حيث يوجد فيها إحدى عجائب الدنيا السبع، لنرى معا البرج وساحة المعجزات كما يطلقون عليها. السياحة هي إحدى القطاعات الأسرع نمواً والأكثر ربحاً في الاقتصاد الإيطالي، حيث يزور البلاد ما يقارب 44 مليون سائح، وتعد إيطاليا رابع أكبر دولة سياحية وخامس أكثر الدول زيارة في العالم. والكثير من الناس يأتون لالتقاط بعض الصور مع برج بيزا المائل، وها أنا قد وصلت متحمسة كي أرى هذا البرج. أجواء المدينة كانت مليئة بالدفء، فكل شيء يرحب بك، وكأن الأرض قد اعتادت على الترحيب بالضيوف. تم اختيار أحجار الرخام الأبيض عالي الجودة من أجل بناء برج بيزا، وبدأ بناؤه في عام 1173 ميلادي، واستمر بناؤه 199 سنة. توقف خلالها البناء عدة مرات، وبالتالي فبناؤه كان مقسما على 3 مراحل. يتكون برج بيزا من 8 طوابق، ويبلغ ارتفاعه حوالي 56 مترا، وفيه سلالم مكونة من 294 درجة. وحديثا تم إضافة مصعد كهربائي. يعود سبب ميلانه إلى رخاوة الأرض تحته، فالتربة تهبط مع مرور الوقت مسببة هذا الميلان، وقد ظهر ذلك للمعماريين في مراحل البناء الأولى، ومع ذلك استمروا في البناء تبعا لهذا الميلان. Thank you.
أما الآن سنرى مدينة أورتي وفيتيربو، حيث سنقترب من اللغة الإيطالية وسنتعرف على خصائصها ونأخذ فكرة عن التعليم في إيطاليا، ونزور جامعة توشا المختصة في اللغات والعلوم الإنسانية لنرى معا هذا التقرير. عندما أحدثكم عن أورتي فأنا أحدثكم عن السلام والأمان والاطمئنان. لقد قضيت الكثير من الوقت في هذه المدينة الصغيرة التي يصعب عليك أن تغادر أجواءها الحميمة، وهذا هو المكان الذي اخترته لأصور خاطرة وتبقى الأرجوحة في حديقتها الجميلة، وتحدثت عن الطفل الذي يسكن كل نفس إنسانية. البيوت والأزقة في أورتي ذكرتني بجميع المناظر التي كنا نراها في أفلام الكرتون عندما كنا أطفالا، تلك التلال والجبال، ذلك العشب الأخضر، وفوهات المنازل التي تنبعث منها الدخان جراء اشتعال الحطب، بالإضافة إلى سكانها الذين يعرفون كل من يسكن في الحي حق المعرفة، ويرحبون بكل من هو غريب ويسألون عنه عند غيابه. كانت هذه من أصدق وأروع اللحظات التي من الممكن أن يعيشها أي إنسان. مناخ إيطاليا متنوع للغاية، ويمكن أن يكون شديد الاختلاف عن المناخ النمطي المتوسطي اعتماداً على الموقع. تختلف الظروف المناخية بين المناطق الساحلية لشبه الجزيرة والأراضي الداخلية المرتفعة والوديان، وخاصة خلال أشهر الشتاء حيث يميل الطقس لأن يكون بارداً ورطباً، أما المناطق الساحلية فتمتلك شتاءً معتدلاً وصيفاً حاراً وجافاً عموماً. ليست هذه فقط الخصائص المميزة التي تتحلى بها الحضارة الإيطالية، فعند التأمل سنكتشف جوهرة تحبس الأنفاس وتسلب الألباب وتملأ أعين الناظرين سحراً وجمالاً، ألا وهي روعة الطبيعة الإيطالية. وعلى امتداد الأراضي الإيطالية باختلاف تضاريسها تنتشر الجبال والتلال الغناء المليئة بالبحيرات المتشكلة بين قمم الجبال والغابات الساحرة والقرى والمدن الغنية بالتاريخ والتقاليد. فأينما جال نظرك في أرجاء إيطاليا ستجد الطبيعة متجسدة أمامك بأروع صورها. هذا وتنتشر الجبال على الأراضي الإيطالية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، منحدرة نحو السواحل لتبدع لوحة رائعة من الشواطئ الصخرية الحادة والنائية. وأما عن فيتيربو فهي مدينة تشتهر بالزراعة وصناعة الرخام والفخار والأخشاب وصناعات الذهب، كما يوجد بها أكاديمية مهمة للفنون الجميلة ومقر جامعة توشا، فضلا على أنها مركز سياحي مهم وأفضل بلدان العصور الوسطى التي لا تزال محافظة على معالمها الأثرية.
وأما بالنسبة للتعليم فقد احتلت إيطاليا مرتبة أعلى من المتوسط في ناتج الأوراق العلمية في مجال العلوم الاجتماعية وعلم النفس والطب النفسي وعلم الاقتصاد والأعمال. Ciao from Viterbo from Italy. وأثناء تواجدي هناك قمت بزيارة جامعة توشا المختصة بالعلوم الإنسانية واللغات، والتقيت بمسؤولة البرامج التدريبية الأستاذة لويزا وحدثتني عن الجامعة وعن اللغة الإيطالية. L'università in Italia non è molto costosa e abbiamo università molto importanti. Per esempio qui a Viterbo i punti positivi sono che l'università è piccola e c'è un rapporto diretto con i professori e quindi puoi chiedere ai professori tutte le domande che vuoi ed imparare molto bene le materie. L'università della Tuscia, che è quella della città di Viterbo, ha molti dipartimenti, quello di lingue straniere, di letteratura, di economia, biologia, scienze agrarie e soprattutto quello di scienze agrarie è molto molto importante nel mondo e hanno tanti contatti. اللغة الإيطالية يتحدث بها ما يقارب 150 مليون شخص. احتفظت بالتباين بين الحروف الساكنة القصيرة والطويلة. تعد الإيطالية من بين اللغات الرومانسية الأقرب إلى اللاتينية من حيث المفردات. L'italiano è una lingua molto bella, molto melodica e le persone che la imparano dicono che quando gli italiani parlano sembra musica. Per alcuni studenti può essere molto difficile, ma in realtà non è effettivamente difficile e se tu poi stai nel posto, puoi venire a visitare l'Italia, noi siamo persone molto aperte e aiutiamo sempre le persone straniere a parlare italiano. Io italiana, Italia. Ciao. Adesso le va giù il guru, il tramonto, il tramonto. Sì. E questo non allaccate, è difficile. Lo lasci così. E quel metto giorno da due giorni quando sono quando dice arabo classico, l'arabia al fusha. Ok, l'aggettivo classico. Sì, questo vuol dire classico. Classico, sì. Okay. E poi scrittura araba, calligrafia. ما زلنا في وسط إيطاليا وإلى أكثر وأهم المدن تراثا وتاريخا وفنا واقتصادا، حيث ولد عصر النهضة إلى مدينة فلورنسا ذات الأجواء الراقية. مدينة فلورنسا هي من أهم المدن من الناحية الثقافية والتجارية والمالية، فهي منشأ عصر النهضة واشتهرت في العالم كمهد للفن والعمارة بمبانيها التاريخية العديدة ومعالمها ومتاحفها الغنية، فاعتبرت واحدة من أجمل وأهم مدن العالم وسميت أثينا العصور الوسطى. وتعد فلورنسا وجهة للتسوق، حيث يزورها الكثير من الناس بحثا عن جودة التصاميم الإيطالية
وقد بدأت بإنتاج السلع الفاخرة والقبعات ومستحضرات التجميل والمجوهرات وتصنيع الذهب الإيطالي والأقمشة الغالية ما بين القرن الحادي عشر والسادس عشر إلى يومنا هذا. أراضي فلورنسا بيئة متمدنة للغاية، حيث المساحات الطبيعية نادرة ومناطق المرتفعات مستغلة منذ قرون في الزراعة، وهي مؤهلة سكانيا، وعند السهل توجد مناطق غير عمرانية غربي المدينة. سنكمل رحلتنا في مجال الفنون والتصميم الذي تتميز به إيطاليا وإلى عالم الموضة، ومع ضيفة اليوم مصممة الأزياء الإيطالية غلوريا. إليكم هذا التقرير. One, two, three, ready. Assalamu alaikum, all the people in the Arabic countries. And I said shukran to Farah because gave me the possibility to know myself in the other countries out of Europe. And for me, it's a big possibility, big meeting, big happening to show myself and all my works in Arabic world. يمتلك فن الأزياء الإيطالي تقاليد عريقة، ويعتبر أحد أهمها في العالم إلى جانب الأزياء الأوروبية. وقد التقيت بمصممة الأزياء الإيطالية الشابة غلوريا وتحدثت لي عن الموضة. storia della moda italiana ebbe inizio nel secolo scorso e nel secolo scorso crebbero dei grandi nomi come ad esempio Giorgio Armani, Valentino, le sorelle Fontana, Gucci, Prada. Le città in cui si affermarono i più grandi stilisti sono per esempio Roma, Firenze, ma principalmente Milano. Milano in qualche modo ha raccordato quella che è la grande moda italiana e guardando sempre verso le altre capitali europee come ad esempio Parigi. E in tale occasione ebbi modo di presentare un mio abito all'interno di una درست تصميم الأزياء في أشهر أكاديمية مختصة في الفنون في روما، ولقد كان حلمي منذ صغر الالتحاق في هذا المجال. فتصميم الأزياء لا يعد فنا أو حرفة فقط، فهو يتيح فرصة التعرف على ثقافات جديدة. فاللباس هو جزء من الثقافة والحضارة والذي يمثل الشعوب ويميزها. فوراء كل زي حكاية فريدة، وآخر التصميمات التي عملت عليها كانت مستوحاة من التراث المغربي. che da giorno ad esempio nei paesi come il Libano, il Marocco o la Grecia. من أصعب الأمور على الإنسان هو أن يعيد بناء ما دمر تماماً أمام عينيه، ولكن الأمر لم يكن مستحيلاً على الإيطاليين الذين أعادوا بناء مدينة ترني بشكل عصري ومميز. Ti aspettavo ormai, sei la mia vita. مدينة ترني أسست في القرن السابع قبل الميلاد، وفي القرن التاسع عشر استغلت الثورة الصناعية والوفرة الكبيرة لمصادر المياه في المنطقة، ودخلتها صناعات جديدة وشملت الصناعات الفولاذية وكذلك الأسلحة ومصانع الصوف.
ولطالما كانت هذه المدينة هدفا للغزاة وتعرضت للكثير من المآسي والأوبئة والمجاعات، وتم قصفها في الحرب العالمية الثانية، وقد دمرت الكثير من الأحياء والمباني، إلا أنه تم إعادة بنائها بشكل حديث ومعاصر. بعدما مشيت في أروقة مدينة تيرني، توجهت إلى شلالات مرمور التي تبعد عن تيرني 8 كيلومترات. هذا الشلال هو واحد من أجمل الأماكن السياحية في إيطاليا، وكأنك ترى لوحة فنية مرسومة بعناية. والغريب أن هذا الشلال قد شيده الرومان القدماء لتحويل المياه الراكدة في القرن الثالث قبل الميلاد، فهو ليس شلال طبيعي، ويبلغ ارتفاعه حوالي 541 قدم، وهو من الأماكن السياحية المميزة، مما يجعله واحد من أطول الشلالات في البلاد وفي أوروبا أيضا. وكان هذا المكان الأسطوري هو موقع تصوير خاطرة ربيع نيسان، التي جسدت فيها مشاعر التحدي التي تصيب النفس الإنسانية وكيفية التغلب على الصعاب. أجمل الأوقات هي التي نقضيها عند تناول الطعام، أو بصحبة ضحكات الأطفال، أو الاسترخاء على شواطئ البحار. سنرى معا جميع هذه اللحظات السعيدة، ونشارك إيطاليا احتفالها بمهرجان البندقية، لنرى معا هذا التقرير. La gente si gira, si gira, quando ti vede passar, passar. Non sente più che c'è freddo, c'è freddo. أحلى خطواتهم الأولى، محاولاتهم في اكتشاف العالم، فرحهم وحزنهم وتأثرهم بكل ما حولهم من شخصيات ورسومات. هذا هو جزء من احتفالات الأطفال التي تنظم في مختلف المناطق، والتي يرتدون فيها أزياء لشخصيات كرتونية ويتنكرون في جو مليء بالفرح والسعادة، وذلك احتفالا بقرب كرنفال البندقية الذي يعقد سنويا في إيطاليا. بدأ الكرنفال كوقت للاحتفال والتعبير بين مختلف شرائح المجتمع بارتداء أقنعة مزركشة، والهدف منها إخفاء أي شكل من أشكال الهوية بين الطبقات الاجتماعية. يشتهر الإيطاليون بارتباطهم الوثيق بالعائلة وحبهم الشديد للأطفال، بالإضافة إلى اهتمامهم برعاية المسنين. يعتمد الإيطاليون على استخدام لغة الجسد عند سردهم للقصص أو تحدثهم بشكل عام مع الآخرين، ويستمتع السياح كثيرا بتلك العادة. وإن كنت لا تفهم لغتهم ولا يفهمون لغتك، فهم سيحاولون ويبذلون قصارى جهدهم كي يتواصلوا معك، وإن طلبت منهم مساعدة فهم لن يتركوك حتى تجد ضالتك.
بالإضافة إلى أنهم يتصفون بالكرم وحب مساعدة الغير واحتواء الحالات الإنسانية وسرعة التصرف. لا تقتصر الخيارات الطبيعية في إيطاليا على شواطئ البحر والجبال فحسب، فهناك أكثر من 1000 بحيرة مشهورة برونق جمالها وسحرها الذي لا يضاهى، تنتشر في جميع أنحاء الأراضي الإيطالية، وكل منها تتميز بخصائص تختلف عن مثيلاتها، ومنها بحيرة بولسينا، هي بحيرة بركانية في وسط إيطاليا، تشكلت قبل 370 ألف سنة، ومنذ ذلك الحين والبركان في سبات. بولسينا هي من أجمل الأماكن التي استمتعت بها تحت أشعة الشمس الدافئة، والتي أتاحت لاكتشاف سحر طبيعة البحيرات وروعة المناطق المحيطة بها بكامل عناصرها ومكوناتها، وقد اخترتها لتكون موقع تصوير خاطرة صباح نرجسي، والتي تحدثت فيها عن الجوع النفسي التي تعاني منه بعض النفوس البشرية رغم امتلاكها لكل شيء. عندما ترى الحضارة نصب عينيك فهذا أمر مدهش للغاية، فآثارها وما تبقى من قلاعها وقصورها ومعابدها القديمة ما تزال موجودة، وكأنك في متحف تاريخي مفتوح. ولا تزال إيطاليا حتى هذه اللحظة ينبوعا غنيا للثقافة والتراث الحضاري، فهي تتربع على قائمة أكثر دول العالم حفاظا على التراث العالمي، وذلك باحتضانها ل49 موقعا من مواقع التراث العالمي المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو. أما سر إيطاليا الحقيقي الكامن وراء شهرة تاريخها العريق فيتمثل في مواقعها الأثرية وفن عمارتها المذهل ومتاحفها التي لا مثيل لها. تقع فيلا لانتي في قرية بانيا قرب فيتيربو. فيلا يعود تاريخها إلى أواخر عصر النهضة، ويقال بأن الدوق بومارزو هو من كان يمتلكها في القرن 17، وتحتوي حدائق الفيلا على المنحوتات الرائعة، لذلك قد قمت باختيار هذا المكان لتصوير خاطرة سيمفونية فرح، وتحدثت فيها عن شعور النفس الإنسانية بالوحدة والخوف من اتخاذ قرارات جديدة وضياع الفرص. الجبن من أبرز سمات والمكون الرئيسي للمطبخ الثقافي الإيطالي، تشمل الأطباق الشهيرة الباستا والبيتزا واللازانيا والجيلاتو. يتم تصنيع الجيلاتو بشكل مماثل لمعظم حلويات الألبان المجمدة، ويتم إضافة السكريات والحليب والكريمة والفواكه. وتعتبر القهوة وتحديداً الإسبريسو من المشروبات الساخنة التي تشتهر بها إيطاليا، والتي تلقى إقبالاً شديداً،
وأما بالنسبة لي فأكثر ما أحببته هي شوكولا الساخنة التي يتم صنعها بحرفية ويتم إضافة نكهات مختلفة كالبندق والفستق الحلبي. Sono troppe, poi mi hai detto cocorito. من أرض أبطال كأس العالم لكرة القدم، ومن مكان حكم ألكسندر السادس وليو العاشر، ومن محل إقامة دافنشي وبافاروتي والعديد من الفنانين والمهندسين والمعماريين، من إيطاليا قد قدمت لكم هذه الحلقة، إلى أن ألقاكم في حلقات أخرى. إلى اللقاء. E cosa siamo arrivati alla fine della nostra gita, che era dell'Italia. Se avete altre idee potete contattarmi. Alla prossima puntata vi auguro una bellissima giornata.